هناك انولدت هالمرة اللي من سكر، كذلك أمها وأبوها وسيدها وستها. الشخصية بالفيلم هي عبارة عن ست رسخ الهوية الفلسطينية في كل شيء، تجاعيد الوجه للسيدة، اللبس اللي كانت لابسه، طبيعة البيوت، المساكن، المناخ، البيئة. كان يا مكان، وفي هذا الزمان كان في بقعة في الأرض تجمع الحلو والمالح. هناك انولدت هالمرة اللي من سكر، كذلك أمها وأبوها وسيدها وستها. هالسكرة بتمشي في الجبل كأنه كله إلها، بتعرف أسامي كل النباتات، حكاية هاي الشجرة وأسطورة هذا الحجر. وانا كنت صغير اشوفهم جماعتنا كلهم بزرعوا ذرة على المي هاي الموجوده. احنا متذكر واحنا صغار كانوا اهالينا ياخذونا على الاغوار، كنا نخيم هناك، كنا نزرع على الارض قمح وشعير وحمص وعدس، يعني بصراحه كنا نضلنا معذبين هناك، لولا ضلينا معذبين هناك ولا كان الارض راحت، يعني راحت منا. والله بتذكر الواد هذا واد المالح، انه بقى عرضه بجوز 4 أمتار 5 عرض المي. وبكان واحنا صغار نطيح نلعب فيها، المي مالحه بك تدخل مي، وفيها عين مي حلوه وكل العين مطيونه، نروح نمل نجيب منها للشاي ونشرب منها. وفش اليوم معجبين عليها، ما فيش فيها مي، كلها للبكر وللجزمه. كانت هناك في الطاحونه في المالح، في بيت يعني هناك اثري من عن زمان الرومان بجوز، يعني كان الناس نروح نطش عليها، يعني الناس تشجع تروح تطش عليها. هاي الطاحونة كانت تشتغل على المي، لأن المي كانت قوية، وادي المالح كان في نبع قوي، وكانوا يشغلوا هاي الطاحونة على المي. منطقة المالح فيها بنا قديم، وكانوا على زمان الأردن قبل الاحتلال يجوا عليها من كل بلاد، كان فيها مي معدنية، مي زي الحمى السورية، كان يجوا عليها من لبنان، كانوا يجوا عليها من سوريا. أنا بتذكرهم كانوا يجوا من نابلس، من كل كرة ومدن ضفر غربية للعلاج. ولكن لما استلموا الجيش الإسرائيلي احتلوا المالح، دمروا هذه الغرف اللي كان فيها مي سخنة اللي الناس يتعالجوا فيها، كانوا يتعالجوا وكانوا يخيموا هناك لعدة أشهر، بالإضافة للغرف الموجودة اللي كان زي فندق كان تابع لدير اللاتين في منطقة المالح. أنا حبيت اللي بتولع النار وبتطبخ على النار وبتشتغل على النار وبتخبز على النار، هاي الفكرة حلوة أنا عايشتها لحديت الآن. Thank you.
ولساتني بخبز على الطابون ولساتني بحلب الغنمات وبجبن الجبنات في نفس الطريقة اللي عملتها اللي في الفيلم. هي راعية تسرح مع الغنم لأنه غنمتها، صامدة زي شجرة السدر في الهواء، بتحب الأرض والسماء، بتعيش من اللي بتصنعه، بتعرف كتير شغلات وما بلزمها شهادة تعرفها. هي فلسطينية وحتى إذا ما قدرتش تعمل كل شي لحالها، جاراتها حواليها بتحبهن، بحبنها، بسرحن، بتخرفن مع بعض. تستطيع هاي المرأة إنها تبني نفسها بنفسها وتعيل نفسها ومش بحاجة إنه تكون عالي على يعني على أي شخص آخر. كلياتنا نساعد بعضنا، أنت عندك شغلة أنا آجي، أنا هذيك عندها شغلة تيجي، كلياتنا منشد في إيدين بعضنا ونطرع كل الأرض ما نخليش ولا فتر. وفي يوم من الأيام وفي ليلة ما فيها ضوء قمر، قطعت العين ونشف الزرع ودعزك الطابون وانسركت الأرض. حينها لكت السكر حالها لحالها وصارت تدور على الحياة من جديد. حتى المرأة نفسها يلي عايشة نفس هاي الحياة لما تشوف إنه في حدا عمل عنها فيلم بهاي الطريقة صراحة هي نفسها راح تتشجع. هي يمكن كل يوم بيجيها هاجس إنه خليني أرجع لورا خطوة، خليني يمكن أنتقل من هاي المنطقة، بس لما تشوف في حدا هيك متبني فكرتها، هيك عرضها بهاي الطريقة الحلوة، بيحكي عنها بهاي الطريقة الحلوة وكيف معاناتها، أنا بتوقع منها إنه هذا الإشي كله بيعطيها دفعة لقدام. طبعا استنتجنا من هالفيلم هذا صمود المرأة الفلسطينية رغم صعوبة معاناتها ورغم تحملها للمعيشة الصعبة وأنها يعني وعدم إعطاء الاحتلال أي فرصة لاستغلال الأراضي الفلسطينية. شافي قد ما يعملوا إحنا بنقدر نشتغل على النار، بنشتغل على الطابون، بنشتغل على الصاج، في الشتوي بنولع نار نشتغل عليها، يعني مش سائلين عن اليهود ولا عن غيره. يعني بينها بتضحي بشغلات كتير من أجل إنها تعيش عيشة محترمة وهنية.
عجبني أنا موضوع ربط الموضوع بالفتاة اللي كانت ترقص، يعني بتعبر عن معاناتها في الرقص، كيف حركات رقصها أول شيء كانت هادية لما كان الموضوع مسالم وكانت كل إشي تمام، بس بعدين بعد ما اتأثرت في قلة المي وفي الاحتلال كيف صار رقصها بتتخبط هيك وهيك. في مقولة بتقول إنه اللي اخترع الرقص اخترعه علشان الإنسان يتخبط بدون ما يشفق عليه حدا، فأنا شفتها كتير بتتجسد في هذا الفيلم. وبعدين قعدت تتذكر ملح هاي الحياة، بهديك اللحظة نزلت دمعة من عينها، وقبل ما توصل الأرض الله شاء إنه تمطر الدنيا لتذوب ملح هاي الحياة. وقتها اختلط الحلو مع المالح في عين الحلوة وادي المالح. هي منطقتنا كلها مستهدفة. ليه؟ لأنها منطقة يعني خصبة، أولاً فيها ينابيع، فيها يعني زي الغور مثلاً، إحنا بنزرعها بنستفيد منها كل الخضار والفواكه وكل إشي فيها. منطقة الأغوار هي بتشكل تقريباً 28% من منطقة أو من مساحة الضفة الغربية. هي منطقة بتتميز بتضاريس أو تضاريس معينة ومناخ معين، بحيث أنه هو حار بالصيف ودافئ في الشتاء، فهذا الطقس الخاص فيها بيخليها أنه هي أكثر منطقة مؤهلة للزراعة، بحيث أنه هي بتشتهر بزراعة أكثر المحاصيل الفلسطينية زي الموز، النخيل، الحمضيات، الزيتون. الأغوار مخزون استراتيجي للمياه، اعتقد فيها يمكن حوالي 120 بير حفروا من ايام ما كانت منطقه الضفه مع تحت سياده الاردن. مياه حلوه، هي سله فلسطين الغذائيه طبعا بسبب هاي المميزات الكثيره الموجوده في الاغوار. الاحتلال ما راضي يترك هاي الارض ومتشدد ومتمسك فيها جدا، لانه عارف انها هي الخط الاول في فلسطين كونها كارض زراعيه، وهي رقم واحد اقتصاديا موجوده في هاي البلاد. فيها كمان البحر الميت، فيها كمان بحيره طبريه، المنتجعات السياحيه الطبيعيه اغلبها موجوده في منطقه الاغوار الشماليه. والبحر الميت هو عبارة عن تاريخ، وبه من الموروث الثقافي التاريخي من عهد سيدنا لوط وما تبعه من أنبياء تكمن هذه الأهمية، إنه في هناك بعض الآثار اللي موجودة في منطقة البحر الميت وفي منطقة الأغوار تؤكد الحق الفلسطيني في هذه الأرض الفلسطينية. الأغوار تقع في منطقة أريحة ما بين فلسطين والأردن، والاحتلال بحاول انه يرحل القبائل او المواطنين الموجودين فيها. احنا نشجع الهجره من المدن الضفه للاغوار، احنا بنعرف ان في هجره صامته من الاغوار لمدن الضفه، لانه في النهايه الانسان بيبحث عن الرزق، اذا وجد انه كل الابواب مغلقه وما حدش بدعمه فبضطر شيء طبيعي انه ممكن ينتقل لمكان ثاني، وهذه هذه المشكلة الرئيسية اللي نحاول انه احنا ما حد من اهالينا في الاغوار انه يطلع من الاغوار ويخليها فاضية. منطقة الغور اذا يعني احنا دشرناها وما سألناش عنها، انت ما سألتيش وانا ما سألتش وهذاك ما سألش، فاليهود بيستحلوها وبوقضوها. هسه يوم احنا نظل نسأل عنها وكاعدين فيها، هذول اللي كاعدين فيها اهم من كل اشي اللي كاعدين فيها، هذول هم يعني شو شايف حلك اليهود، شايفه طلعوا منها باخذوها اليهود، طلعوا باخذوا الاغوار كلها. ليش الاغوار مهمه؟ الاغوار مهمه لانها اصلا ارض خصبه زراعيا وارض ومنطقه سياحيه بتطلع بحر الميت، ولها وبتمتد حدودها مع الاردن بشكل كبير،
فبالتالي من ناحيه امن بالنسبه لهم امن قومي لتامين حدودهم الشرقيه مع الاردن، هذا من ناحيه سياسيه وجيوسياسيه على الامد البعيد. بدهم ياخذوها يعملوا فيها مستعمرات لهم، بدهم اياها مناطق تدريب للدبابات وللجيش المشاة يتدربوا فيها. يعني كل شخص انه يستغل ارضه ويضل يحرسها ويزرع فيها ويضل مثلا مستمر، انه لانه اليهود بدهم يثبتوا ان هاي المنطقه خاليه وان هاي المنطقه هم اللي عمروها وهم اللي اقاموا المستوطنات عليها ويثبتوا وجودهم هم. بالنسبه لدعم السكان، ثباتهم على هذه الارض هو ظهر للاحتلال، بنائهم، تطوير قريتهم وقراهم واغوارهم، بناء زي ما حكت زراعه الاشجار، فتح طرق زراعية للوصول للمناطق المهددة من قبل الاحتلال، وين الاحتلال احنا حول العقبة وين الاحتلال بقرب على المنطقة بصير عندنا تمدد سكاني، ومنوصلهم المية والكهرباء والشارع عشان يبعدوا عن قرية العقبة. يعني مثلا انه زي يعملوها منطقة اثرية، مثلا انه الاشخاص يعملوا فيها مثلا انها زي منطقة سياحية، يجيبوا اطفالهم يعرفوهم على هاي المناطق، مثلا المدارس ياخذوا باصات اطفال يعرفوهم على هاي المناطق، الروضات مثل هيك، عشان الطلاب تضل هاي الفكرة راسخة بعقولهم ان هاي المنطقة منطقة الاغوار ويتعرفوا عليها، لانه الجيل الجديد يعني ما بيعرفها زي الجيل القديم اللي سكن فيها. هلا لازم احنا نضلنا مثبتين بارضنا، يعني لازم ما نتخلى عنها، نضلنا معزبين فيها حتى لو ضلينا بخيام مش بيوت. يعني فلسطينية وبتحلم، عملت هذا الفيلم عشان أروي حكاية مخفية في منطقة وادي المالح وعين الحلوة. هذه المنطقة اللي فيها عن جد معجزة الله على الأرض في البرزخ، الالتقاء الحلو مع المالح، وادي المالح مع عين الحلوة. اللي في الفيلم هذا كانت تمثل الإشي الحلو والإشي الجميل هي المرأة، يعني هي الأرض. لأنه بفيلمي بقول بشكل مباشر وغير مباشر شو هي المرأة، وكانت عندي رمز المرأة هو إشي الحلو، هي الحلوة، هي السكرة، وكل إشي حواليها هو كان الإشي المالح، الإشي اللي بيخفف من قوتها أو الإشي اللي بيزيد إصرارها أو الإشي اللي بيحدد معاناتها. كمان عملت هذا الفيلم ليوثق الحكاية اللي في منطقة الأغوار، هي أراضي سي اللي أصلاً دائماً مهددة وفيها بصير شيء كثير اللي عبرت عنها بالملح. إذا كنت بحكي فكرة الفيلم لحدا كان بيحكوا لي أنت تحكي في إشي مستحيل، مجنونة أنت في منطقة هذيك بالذات، أصلاً منطقة عسكرية مغلقة مستحيل حد يخبط فيها، كيف بدك تحمل الكاميرا وتصوري؟ بس حقيقة الصعوبات اللي كانت بتواجهني بهذيك المنطقة وهذاك إنه أصلاً الظروف الحياتية كانت صعبة، الصعوبات كانت انك تخلي هذه المرأة تثق فيك وتقول لك اوكي انا بقدر اكون معاك بالفيلم وبنقدر نعمل الفيلم مع بعض. هذه العلاقة انا حقيقة كونتها على مدار تقريبا 8 سنين، لا 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 صلت لا
لهذا الشيء، يعني أنا مش دخيلة على هذيك المنطقة، فالأرض اللي كانت تنقلني من محل لمحل، وخاصة أن الغور منطقة سحرية وساحرة حقيقة، وقليل جدا من الفلسطينيين، خلينا أقول لك بين قوسين، بيكتشفوها، واللي بيكتشفها على فكرة مش راح يتركها. فعشان هيك يعني منطقة الغور علاقتي فيها هي علاقة الشجرة في الأرض، شجرة يعني الشجرة ما بتطلع بدون الأرض، علاقة الشجرة بالتراب، علاقة الشجرة بالماء، علاقة الشجرة بجذور جذورها، يعني هذا الرابط هو رابطي بالأرض، لأني بحب الأرض.